رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى عيم. رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن، تعالى توسل للرحمن وندخل جنات النعيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى النعيم. رمضان كريم تعالى نصلي ونستغفر، تعالى نهلل ونكبر، الله الباري ويغفر وندخل جنات نعيم. رمضان كريم بهذا الصوت الحلو وهذا الإنشاد الجميل الروحاني اللي بلامس الأرواح، بلامس داخلنا، اللي رافقنا بمحطات كتير عديدة بحياتنا، وخاصة اقتران بالشهر الكريم. اليوم عم نحكي عن بحر بالروحانيات، واليوم هيك فورا رح نروح لضيوفنا اللي بلشنا معهم بهذا الإنشاد الجميل، وهو الأستاذ المنشد عدنان الحلاق، مؤسس فرقة الوهاب للإنشاد الديني، وأيضا عم يرافقه على الايقاع المنشد محمد المدني. يسعد صباحك استاذ عدنان. يسعد صباحك، رمضان مبارك علينا وعليكم. ان شاء الله كل عام وعليكم السلام. اهلا وسهلا فيكم، انتم بالف خير يا رب، رمضان كريم. بدايه خلينا نحكي عن الانشاد كحاله ارتبطت بذاكره السوريين، وخصوصا خلال ايام الشهر الفضيل. تماما، الشهر الفضيل سبحان الله هو هناك خاصه، يعني العالم، يعني مع احترامي لكل شيء مش دين، يعني له هناك خاصه من ناحيه الإنشاد، له مشرحاته الخاصة، وشي شهر رمضان. ونحن بصراحة يعني نذكر كنا صغار نسمعته في المنجد الله يرحمه، نحس بنكهة رمضاني بصراحة، يعني فإله مشرحاته، إله قصائد معينة طبعا، مع يعني بالإضافة للصلوات وصلاة التراويح والفطور والسحور والأجواء الرمضانية يعني عم نتعيشها الحمد لله. أكيد اليوم وأنتم عندكم رسالة كتير مهمة، هي الاستمرارية بهي الطقس اللي تعودنا عليه. اليوم خلينا ننتقل عندك أستاذ محمد، شو أهم اليوم الشيء اللي ارتبط بذاكرة رمضان، يعني أهم الإنشادات اللي أنتم دائما بتكون حاضرة بذاكرتكم وقت بدخول الشهر الكريم، يعني مثل هلأ بلشنا برمضان كريم مثلا؟ بداية يسعد صباحكم، إن شاء الله كل عام أنتم بخير، رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم وعلى بلدنا الحبيب إن شاء الله. آمين يا رب. مثل ما تفضل الأستاذ عدنان، شهر رمضان المبارك يرتبط ارتباط وثيق بروحانياته مع الإنشاد الديني. فكان الفضل الأول لإذاعة دمشق بنقل فترة السحر ووصول الإنشاد السوري وهذا التراث السوري إلى العالمية، ليس فقط ضمن نطاق سوريا أو بلاد أو دمشق على حد التعبير، إنما بشكل عالمي وصل صوت المنشدين السوريين ونقلهم لتراثهم
الأصيل عبر هذه الإذاعة، وكان مما يعني وثق هذا الكلام صوت توفيق المنجد إلى الآن بكل بلاد وبلدان العالم عندما يسمعون صوت توفيق المنجد يتذكرون شهر رمضان لأن صوته ارتبط بهذا الشهر الكريم. وكما تفضل الأستاذ عدنان لشهر رمضان هناك أشغال خاصة، يعني نحن عندما نكون في فترة السحر عندما تنقل عبر التلفزيون الوطني من المسجد الأموي لنا أشغال خاصة تكون تتحدث عن المناسبة وهي شهر رمضان المبارك، وأيضا تكون تتكلم وتتحدث عن الروحانيات الموجودة في هذا الشهر الفضيل. تمام، بدنا نستغل هيك الوقت ونرجع نسمع شيء تاني، محطة تانية للإنشاد. من عطايا الله شهر مثل بحر في العطاء، رمضان حل بيسر يرتجي حسن الثناء، في يرجو من يتوب زوة القلب الصفا، كل عام كان يمضي يطلب الوعد اللقاء، ضيفنا ضيف كريم قد تحلى بالسخاء، ليته دام طويلا ليته ينوي البقاء، صبرنا فيه جميل نرتجي خير الجزاء، ربي بلغنا صياما يا مجيبا للدعاء، من عطايا الله شهر مثل بحر في العطاء، الصوت الله يحميكم. سلام هالصوت. اليوم انتم فرقة كاملة مرشدين وإيقاع، نحكي عن هي الفرقة بشكل عام، ونحن اليوم بالشهر الكريم مقبلين على أعياد موالد، وحضرتكم لكم مشاركات كثير ضمن هدول الأجواء والمناسبات، خلينا نحكي هيك بشكل عام عن نشاطاتكم. نشاطاتنا احنا عادة كل سنة بيكون في عنا سفر، بس هي السنة الحمد لله المكسب معنا انه قاعدين بالشام، يعني اهلا وسهلا الله يسلمكم. وبالنسبة للنشاطات احنا متفرغين هلا حاليا ضمن موضوع محلات، يعني عم يصير فيها انشاد واجواء رمضان، محلات طبعا يعني فينا نقول خاصة ابو عبدو تمام، محلات خاصة عم نشتغل فيها، يعني عم يكون انشادنا بعد الافطار، عم نشتغل يعني سهرة رمضان، يعني عم يكون بأجواء تماما عم يكون فيها حضور ومميز، يعني الحمد لله
احنا امبارح يعني كنا باحد هالامكنه فتفاجئنا بالحضور بصراحه، يعني اللي كان موجود كله جاي يسمع وكله جاي. وبالنسبه لنشاطاتنا عندنا نزلات احنا بشكل دائم على السحر عم تكون يعني، وبالنسبه للسهرات الرمضانيه موجوده كلها باذن الله تعالى. فرقة الوهاب كانت تمام. موجودة خلال جلسة التماس الهلال، خلينا نحكي شوي عن أجواء هاي الجلسة. تمام الحمد لله، كنا موجودين ضمن السهرة اللي كانت بجامع العثمان وكان الالتماس يعني ما شاء الله موجودين فيه مشايخ، وكان القرار أنه طلع من سيادة الوزير الأوقاف أنه الالتماس هو أول يوم حيكون يوم الاثنين. فكان حفل مميز جدا يعني وكان أجواء بتاخذ العقل، والعالم تفاجأنا انه في عالم ليسوا مدعوين يعني كانوا موجودين بالمسجد عم يسمعوا الانشاد، فكان في تعطش يعني لهالاجواء انه كله عم يستنوا رمضان بفارغ الصبر يعني انه اشتقنا اليوم نرجع نشعر بهدول الطقوس الحلوه، نرجع نشعر بفرحه رمضان بعد السنوات اللي مضت. فاليوم ما تستغربوا وجود هدول الناس، لانه نحن يعني الانشغال لولا الانشغالات كنتوا شفتوا ناس كتير يعني اكبر من العدد اللي شفتوه. نحن بنستغل هذا الوقت الحلو معكم هذا الصباح بكمان نسمع شيء من حضرتكم على ذوقكم لو سمحتوا. يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه الصدى. وجوعي عليك توكلي مولاي إليك رجوعي وأنت مولي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي ربي أنت الخلاق ربي أنت الرزاق ربي أنت الخلاق ربي أنت الرزاق ربي أنت الخلاق ربي أنت الرزاق يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي الله أكبر. يسلم هالصوت. إذا بدنا نحكي شوي عن القيم عن المعايير يمكن اليوم للمنشد، يمكن مو أي شخص صوته حلو قادر على أنه يقوم بالإنشاد، خلينا نحكي شو هي المعايير اللي لازم يمتلكها المنشد اليوم. أول شغلة بصراحة موضوع الصوت هذا مهم من رب العالمين، فإن كان صوته جميل
ممكن هو ينمي هالموهبة هاي بعدة أمور، اللي هو موضوع تعليم الإنشاد وتعليم المقامات وتعليم الانتقال من نغم لنغم. وبأيدني أخونا سيد محمد بهالكلام أكيد هذا. طبعا هلأ أول شيء هو المفروض الإنسان يكون يمتلك خامة الصوت، وكما تفضل الأستاذ عدنان الصوت هو موهبة ربانية لا تكتسب اكتساب. عندما يمتلك الإنسان الصوت الحسن يقوم بصقله من خلال دراسة الموسيقى ومن خلال تعلم المقامات الموسيقية ومن خلال تهذيب الصوت وسماع التراث السوري من الموشحات والقصائد والأناشيد اللي تربينا عليها طبعا. وقد اليوم من الحالة الروحانية مهمة مفروض تكون موجودة عند المنشد ليقدر يوصل لكل حد عم يسمعه بالشكل الصحيح. وقت منقول إنشاد سوري نحن اليوم فخورين بأي إنجاز سوري حتى بموضوع الإنجازات. اليوم كان عندكم مشاركات حتى بالأعمال الدرامية على المستوى غير السوري، وكان لكم مشاركة كفرقة الوهاب بباب الحارة. نحكي عن هاي التجربة، يعني أكيد اليوم اسمكم يعني كفيل جواز سفر لحضرتكم أكيد. يعني هذا شرف لنا سبحان الله أن نكون نحن من ننقل بأصواتنا هذا التراث. بالنسبة للمشاركة اللي أداها الأستاذ عدنان بصوته الدمشقي لشارة مسلسل باب الحارة، هي المشاركة الوحيدة للمسلسلات السورية من خلال الشارات. شاركنا أيضا في مسلسل الكندوش من خلال لوحة إنشادية من خلال هذا المسلسل. أكيد الروحانيات المتواجدة عند المنشد هو يكتسبها من خلال الزوايا ومن خلال التكايا ومن خلال حضور حلقات القرآن وحلقات الذكر أكيد. وهذا الشيء بينعكس على الجمهور اللي عم يستمع لصوت المنشد أكيد. مثل ما فضلت موضوع الروحانية، إحنا بصراحة يعني أهم نقطة هي الروح. صحيح. وقت المنشد بيمتلك روح بالإضافة إلى صوت جميل فبياخذ بالألباب، يخرج من القلب ويدخل إلى قلب المستمع، بيدخل بالقلب وخلاص. اليوم بدنا نستغل كمان هذه الأصوات الجميلة ونسمع شيء. إذا بتسمعنا شيء اللي قدمته بباب الحارة. إيه تكرم عينك. خلينا نرجع نستذكر أيام باب الحارة بالسنوات الماضية ولليوم، يعني لساته له شعبية كبيرة. أكيد نعم. تفضل. ارحم عبدك وتكرم برضاك، تكرم يا رب يا عالي ارحم عبدك وتكرم برضاك، تكرم يسر لي أمري واشرح لي صدري واغفر لي مولاي واغفر لي الله 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 سبحان ربي الأعلى وبحمد عدد خلقي ورضا نفسي وسعت كرسيه ومداد كلماتي يا رب أنا مالي غير عفوك من عندك يا الله شفائي
مبسوط ونشوفكم هيك دائما باعمال جدا نحن بنفتخر فيها كسوريين توصل لارواحنا. لا هي من ضمن الموسيقى التصويريه لمسلسل باب الحاره، ليست الشارع انما من ضمن الموسيقى التصويريه بس معناها كل الشارع يعني. نعم تمام. حبوا تسمعونا اياها نختم عليها في شيء اليوم. معايداتكم لمين؟ كونوا نحن اليوم هيك كلمة أخيرة من حضرتكم قبل ما نروح للختام أيضا معكم. أنا بعايد الأمة الإسلامية وبعايد إخواني وأحبابي بالقناة الجميلة، بعايدكم وبعايد كادر العمل والقائمين على هذا العمل، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. بعايد أهلي وأحبابي وقولوا إن شاء الله كل عام وأنتم بألف ألف خير. أستاذ محمد في شيء معايدات هيك قبل ما نختم نحن ونروح بالختام الأخير لعندكم؟ أكيد بنعايد أول شيء أمنا الكبيرة والحبيبة سوريا والأمة الإسلامية بشكل عام، من عايد أهلنا وأحبابنا وكل من يلوذ بنا، ومن عايدكم طبعا إن شاء الله رمضان مبارك ودائما لنا لقاءات إن شاء الله بكل مناسبة إن شاء الله. نحن أكيد بدورنا بنعايدكم، نتمنى لكم كل التوفيق بمسيرتكم.